من بيروت معي عبر الهاتف دكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، المرجع البيئي العالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دوميت. دائما نناقش هذا الموضوع، نتحدث عن خطورته، ولكن نحن كأفراد، لنبدأ موضوع الأفراد مش بس يعني ما دورنا، لماذا لا نأخذ الموضوع للأسف بهذه الجدية؟ ليس لدينا مخاوف منه، يعني فقط لأنه لا نرى أو لا نلمس تأثيرات السلبية إلى الآن على الأقل. أولا الوضع الخطير، الوضع الخطير لانتشار ثاني أكسيد الكربون في الجو، هذا وضع غير محدود وخارج عن السيطرة مطلقا. يعني اليوم هي الأساس، نقطة الأساس الانطلاق هو الوقود الأحفوري، يعني معنى كل وقود البترول وخاصة السيارات ما عم تشتغل مضبوط، وخاصة السيارات الأثر البيئي تبعها الخطير جدا، اللي عندها بتكب انبعاثات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون بالجو. هذا الموضوع كثير خطير جدا، بده استراتيجيات على مستوى الكوكب ككل، بده تتدخل دول العالم ككل بوضع استراتيجيات بخطط صارمة جدا من أجل السيطرة. اليوم نحن صرنا بالجو عندنا بحدود ال 413 جزء ال 415 جزء بالمليون. هذا موضوع كثير خطير جدا، مستحيل الا ما يكون في استراتيجيه لل 200 سنه القادمه، لنقدر ما يفكروا انه بيوم وباثنين وبسنه وب 10 وب 50 سنه بنقدر نسيطر على السي او 2 الموجود بالجو. هذا الموضوع صار موجود بطبقات الجو العليا، بالجو ككل، بالهواء ككل، بكل الاماكن، مما سيؤثر سلبا وخطيرا جدا على كل الكائنات الحيه الموجوده على هالكوكب، بما فيها الانسان والتغير المناخي وتغير احوال الطبيعه بشكل ككل. نعم، هذا الموضوع علميا بدنا نبلش قبل ما تصير المشكله، نبلش نعالجها. لماذا لم نبدا بعد كحكومات الان نتحدث، يعني لماذا لم نبدا بعد؟ هو لانه عدم وجود رؤيه مستقبليه تتحدث عن بعد عشرات السنين. طبعا الجهد هذا ما الذي يكلف الحكومات؟ التزام بالوعود، جدية بالتعامل مع الموضوع، أموال لا تريد الحكومات أن تخصصها لهكذا ملف؟ أولا الوضع مكلف جدا، وطريقته اليوم الطريقة بعدها فيها جهل بدول عديدة بالعالم، عندهم الجهل الكامل عدم السيطرة على سقوطه بالجو أو مصادر سقوطه. اليوم عندنا بدي اقوله في دولتين بالعالم كانوا بلشوا يشتغلوا على هذا الموضوع وتغيرت وتغيروا رجعوا بطلوا بسبب انه دول العالم كلها ما عم تلتزم بسياسات دوليه. الولايات المتحده الامريكيه كانت قدرت وصلت لمرحله السيطره وبلشت باحدث خطط بالعالم، وقدرت توصل بحدود انه تقدر تسيطر على 28% تخفيض في نسبة السي او 2. هيدا رقم قياسي عالمي كانت وصلت له. بس ولكن اليوم الشركات الامريكية واحدة تكبرت الخسائر، والدولة الامريكية واحدة تكبرت الخسائر، بينما دول العالم الاخرى ما عندها ما فرقانه معها وترك الدنيا كله سوا. لهذا السبب تراجعت الولايات المتحدة الامريكية عن مشروعها. بس لم يشكل هذا ضغطا على الاقل حتى الان، يعني منذ البداية كان ترامب واضح منذ البداية بأنه نحن نتحمل العبء ودول الأخرى غير ملتزمة كالتزامنا. لماذا لم يشكل ضغطا؟ الضغوطات اليوم غير واردة، لأنه دول العالم متجهة للصناعة، لإنتاج الصناعة الضخم. تحولت دول عديدة بالعالم من دول عديدة لدول صناعية. الصناعة هي المصانع الملوثة رقم واحد بالعالم لا ثاني اكسيد الكربون بالجو. هالسبب هيدا اليوم ما في استراتيجيات لسبب واحد، لانه اول شيء علماء البيئه غير علماء السياسه مطلقا. اليوم عالم البيئه بفكر بمشروع بيئي لفتره طويله جدا، بينما بالسياسي بفكر التفكير بالمطلق العكس تمام. هذا الخلاف الواقع اليوم، اليوم بحاجه نحن العلماء البيئه يكونوا لجنب القيادات السياسيه وقاعدين حدهم يخططوا لاستراتيجيات للمدى الطويل. اليوم المؤتمرات اللي صارت هي المؤتمرات باعداد هائله من العالم، راحت هالعالم، كل واحد قضى فتره نقاهه بطريقه ما معينه، بس ولكن ما حدا قدم استراتيجيات على المدى على 100 سنه القادمه او اكثر. هذا الكوكب رايح لشغلتين.
اولا اذا ما بيصير في استبدال للطاقه وبشكل سريع جدا، الطاقه النظيفه، يبلش استدراج طاقه نظيفه وتخفيف من الطاقه الملوثه، هيدا اول شرط لنقدر نبلش. اثنين، بدنا نبلش نحط خطط تنظيف الجو، خطط تنظيف الجو بدها تشترك فيها دول العالم ككل، وكل الاخطاء العمل اللي بده يصير على الارض نعم تيبلش ينظف الجو وتمتص كميات السو 2 من الجو. هيدا شيء خطير جدا، انه اليوم بدي اقول، بدي اعطي معلومه، اذا السو 2 الموجود بقاع المحيطات بيتحرك او بيتحرر من المحيطات، ما بقى في كون بتنتهي نعم بتنتهي 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 الحياه حتى يمكن على وجه الارض. طيب أنا أشكرك جزيلا دكتور دومت، انقطع الاتصال معه. على أي حال طبعا واضحة وشاملة جدا كل المعلومات. شكرا لك دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي.